جلب الوالد سيرهي ابنته داشا سنيهور في سن 5 إلى ملعب لكرة المضرب في كييف. قبل ولادة الطفلة قرروا أن المولود سيصبح لاعب كرة قدم إن كان صبياً، ولاعبة كرة مضرب إن كانت فتاة. رغبت في صبي عموماً كلاعب لكرة القدم. أنا نفسي لعبت الكرة ولكنني لم أصبح لاعباً محترفاً. عندما ولدت طفلتنا الصغيرة قررنا أن تمارس إحدى الرياضات الفردية. أردنا أن تحل هي المشاكل التي ستواجهها في الحياة وأن تثابر. كرة المضرب تقدم الكثير لتنمية الشخصية. فازت دارينا سنيهور في سن 10 ببطولة سلسلة ماستر الأوكرانية، ومن ثم وصلت إلى نهائي بطولة العالم غير الرسمية دون 12 عاماً. أدركت حينها أنها تريد مزاولة كرة المضرب على المستوى الاحترافي. أهم إنجازات الرياضية قبل الفوز في بطولة ويمبلدون كان وصولها إلى الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2019. افتعلت ضجة كبيرة، لم أتوقع أن يحدث ذلك، لذا كانت الانطباعات جنونية بالطبع. هذا أمر رائع جدا، وهو أكبر من الفوز ب 15,000 دولار. لقد فزت في بطولات برو، وبالطبع أردت الوصول إلى النهائي. إنه شعور رائع. تحقيق النتيجة المرجوة يحتاج إلى العمل الجاد وتضحيتي بأوقات الفراغ والدردشة مع الأصدقاء. هذا أمر صعب وخصوصا في عمر الشباب، ولكن ليس على البطلة الأوكرانية. هذه ليست مشكلة بالنسبة لي، فأنا عموما لا أحب التواصل كثيرا ولا أحب كل ما هو مرتبط بذلك، فأنا أركز بشكل رئيسي على الرياضة وهي تحتاج إلى العمل الجاد. أنهت دارينا سنيهور هذا العام المدرسة وهي تحلم في تحصيل التعليم القانوني، لكنها غير متأكدة من قدرتها على الجمع بين الدراسة والحياة الرياضية. بشكل عام أنا معجبة للغاية بالعمل القانوني، عمل المحامي والمدعي العام، وأرغب في هذه التخصصات، ولكنني ربما لن أتمكن من دراستها كما يجب، لذا قد أختار شيئا آخر. بعد فوزها الساحق في ويمبلدون تخطط دارينا سنيهور لإتمام مسيرتها الرياضية كناشئة وبدء مرحلة جديدة في كرة المضرب للمحترفين.